تحية لكم. نتواجد حاليا عند مدخل حلب الغربي لرصد فعليا المبادرة الأولى من نوعها على مستوى سوريا والتي تقوم بها محافظة حلب. هي وضع أحواض من المياه المعقمة لكل سيارة تدخل إلى مدينة حلب، وأيضا السيارات الخارجة سواء السيارات الصغيرة والسيارات الكبيرة والشاحنات وحاملات المحروقات. في أكثر من نقطة سنكون معكم لتغطية فعليا هذه المبادرة، إضافة أيضا إلى تعقيم كل السيارات وقياس والوقوف عند صحة المسافرين والقادمين أيضا إلى مدينة حلب. ونحن نتحدث تحديدا عن من استثني من القرارات، قرارات حظر التجوال الجزئي. تابعوا معنا. نحن في إطار جهود محافظة حلب للتصدي للجائحة كورونا، وفي أيضا مجموعة الإجراءات المتخذة هي طبعا بإشراف محافظة حلب بمشاركة كافة الفعاليات الأهلية. طبعا الغاية الأساسية منها أن نكون دائما في حلب في بيئة سليمة بعيدة إن شاء الله عن الخطر المحدق بالمناطق المجاورة. قسمنا مناطق المدينة مداخل المدينة إلى 8 مداخل، الغاية منها هي إحكام الدخول عبر هذه المعقمات الكيميائية والقضاء على ما يمكن أن يكون محمول من المناطق المجاورة. وهي هي أحد الإجراءات المتخذة من ضمن سلسلة الإجراءات الموجودة. طبعا هذه الحملة أيضا ترافق مع تعقيم الأحياء بشكل مكثف والتوزيع الأدوار على كافة الفعاليات لإن شاء الله حلب تكون سليمة دائما. حملة متكاملة هي عبارة عن حملة نظافة وتعقيم كامل لجميع أحياء مدينة حلب، بالإضافة إلى مداخل مدينة حلب، بالإضافة إلى مد العون إلى أهلنا في كافة أحياء مدينة حلب. ضمن هذه المبادرة أيضا يوجد عيادات متنقلة عند المداخل الثمانية التي حددت من قبل محافظة حلب ومبادرة أيضا أهالي حلب. هذه النقاط الطبية والعيادات المتنقلة تقدم كل الخدمات الإسعافية الأولية من قياس الحرارة، قياس الضغط وفحص شامل فعليا. إضافة إلى ذلك هنالك أجهزة تنفس. فعليا على العموم هي مبادرة متكاملة مستمرة في أرجاء حلب مدينة وريفان. الفكرة الأساسية أن نحن جمعنا متطوعين من مجال الطبي، صيادلة وأطباء بشكل عام للمشاركة بهي الحملة. عم نفحص بشكل أساسي المواطنين اللي بعدوا من مداخل حلب مثل ما ذكرت، منشوف قياس درجة حرارة تبعيتهم، منشوف إذا في عندهم أعراض أي شكوى. طبعا بالإضافة أنه إذا في عندنا مرضى بيعانوا من شكايات معينة، ضغط، هل قصص هدول موجود عندنا العيادة هون متكاملة. جهود مستمرة من قبل الحكومة السورية ممثلة بمحافظة حلب ومبادرة أهالي حلب بغية تقديم كل الخدمات للتصدي للفيروس المستجد كورونا. أنس رمضان، الإخبارية السورية، حلب.